Abdullah Aourik, un artiste, un voyageur, pas comme les autres. Info soir, Mohamed Bhiri. Il s'appelle Abdullah Aourik. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il serait temps que nous fassions connaissance à notre... السلام عليكم ورحمة الله. إذن الحدث اليوم من القصر الملكي وتعيين الحكومة الجديدة. أهلا بكم في أخبار الظاهرة. بداية مع الأخبار التي وردت هذا الصباح من الجزائر. وجد ندوة علمية حول نظم الكراء في القوانين المغربية ومقارنتها بالتشريعات الأخرى. بطنجة المؤتمر الثاني للمرشدين السياحيين فرصة للتوعية بشروط إنعاش النشاط السياحي. أسعد الله أوقاتكم. Causeries religieuses présidées par Sa Majesté le Roi Hassan II reprennent ce soir. Près de 500 000 Tchétchènes votent depuis ce matin pour désigner le successeur de Doudaïev et leur représentant au Parlement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة الظهيرة. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Telediario. أزول إثمتنا سو إثمتنا أسمكم ذسبحن مساء الخير مشاهدين الكرام. عناوين النشرة الرئيسية:
غدا الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة وتبريك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. Il est 13h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal et au sommaire de cette édition. En ce premier jour du mois de Ramadan, nous nous intéressons à l'observation du croissant lunaire, une pratique qui sert à déterminer le début de ce mois béni de l'Hégire. Le royaume est fort d'une grande expertise dans le domaine, nous le verrons avec les experts en la matière. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a este último boletín de informativos en español en este 2012. Marruecos siempre. Salam alaikum, debarkat Gonou Qarad. سول متفرق قرافة تكت مسجوين تمزات النص لو نقوى تمويني درار أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذا العرض الإخباري المباشر الذي نقدمه لحضراتكم من قناة العيون الجاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة إخبارية مباشرة من قناة العيون وتشاهدون فيها جلالة الملك محمد السادس يجري مباحثات عن انفراد مع رئيس جمهورية مغداشقر، كما يترأس حفل التوقيع على اتفاقية للشراكة. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نوافيكم به من قناة العيون، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيس المجموعة الصينية بي واي دي أوتو إندستري. أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. جلالة الملك يصدر تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم بأثمنة مناسبة، كما تفضل جلالته بإعطاء تعليماته السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل وضع ترتيبات خاصة لمواكبة